لن تسعوا الناس بأموالكم وستسعونهم بأخلاقكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد واله الطاهرين. قد يتصور البعض انه يسع الناس بأمواله بجاهه بمكانته الاجتماعيه مثلا ولكن هذا مخطئ لانه لن تسعوا الناس باموالكم وستسعونهم باخلاقكم حسن اخلاقك كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يمكن بالاخلاق تسود العالم كل العالم لاحظوا بعض الناس يعيشون بسطاء في الحياه فقراء في الحياه الا ان كلمته تكون سائده في المجتمع ومقبوله عند الناس بل ملايين البشر يهتدون بكلامه عندنا نماذج كثيره في الحياه العلماء الذين مضوا والذين الان عندنا نماذج عظيمه مباركه المراجع العظام كلمتهم كلمة عظيمة إذا ألقوها في المجتمع وذلك لأنهم عاشوا الأخلاق عاشوا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونجد هذه النماذج حية مباركة إذاً ليس المقياس أن يكون عندك مال أو يكون لك جاه أو يكون لك مكانة عظيمة في المجتمع ليس المقياس ان يكون عندك مال او يكون لك جاه او يكون لك مكانه عظيمه في المجتمع، كثير من الناس الذين عندهم هذه الوجاهه او هذا المال الا انه لا قيمه لهم في المجتمع، لا صغير يحترمهم ولا كبير يقدرهم، وذلك لانه ما عنده شيء يخدم به الانسانيه بخلاف بخلاف القسم الآخر أو الآخرين من الذين عاشوا الأخلاق ووسعوا الناس بأخلاقهم ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية جميلة وإشارة إلى هذا المطلب هذه الرواية مروية عن الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه انكم لن تسعوا الناس، لن تسعوا الناس باموالكم عفوا، فسعوهم باخلاقكم انكم لن تسعوا الناس باموالكم، فسعوهم باخلاقكم اذا الاخلاق هي الدرجه التي يمكن من خلالها ان ترقى وترقي المجتمع نحن ركزنا في الحلقات السابقه على الاخلاق لان الاخلاق جوهره الدين ايها الاعزاء روح الدين روح الصيام روح العباده روح الفريضه روح فريضه الصيام هي الاخلاق البعض يفسر الاخلاق من علماء الاسلام وعلماء المسلمين عندما يسال عن الاخلاق او يعرف الاخلاق ما هي الاخلاق قال انها مجموعه اقوال بانها مجموعه من الاقوال والافعال التي يجب ان تقوم على اصول وقواعد وفضائل واداب لكن بشرط ان تكون مرتبطه ارتباطا وثيقا بالدين بالقران الكريم وبسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وبكلام الائمه سلام الله عليهم اذا ايها الاعزاء نستخلص هذا الدرس العظيم من كلمه النبي في الاخلاق ايها الناس في هذا الشهر حسنوا اخلاقكم مضمون كلامه لماذا؟ لان فيه اثار عظيمه على نفسك وعلى مجتمعك وقال امير المؤمنين عليه السلام لو كنا لا نرجو جنه ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا ان نطالب ان نطالب او نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبل النجاح اذا الاخلاق سبيل النجاح لانها جوهره الحياه وجوهره الدين وجوهره العباده عباده الصوم صلى الله على محمد وال محمد لو كنا, لو كنا لا, لا نرجو جنه, جنة, جنة ولا, ولا نخشى نارا ولا, ولا, ثوابا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا ان نطالب بمكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبل النجاح